السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة مواد؟ ازيك يا حاجة؟ كل سنة وحضرتك طيبة. حياك الله لكل عام، كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. ونجعلكم من أهل الخير يا رب. أمين. وأهل الباء وأهل الحسنات يا رب. وأهل الزكيات يا رب. وأهل المحسنين. الله يجعلكم ويصلح حالكم. الله يصلح حالنا وحالكم يا رب. يا رب أمين. يا رب يا كريم، ويعطى علينا وعليكم بخير، وكل سنة وانتم طيبين، ويجعلكم من أهل الحسنات يا رب. وأهل الطيبات وأهل الزكيات يا رب. أمين. يجعلكم طيبين وصالحين يا رب. يكفكم شر الوحش يا رب. يكفيكم شر ولد الحرام يا رب. يكفيكم شر ولد الحرام يا رب. يا رب تحافظ عليكم يا رب، يتحنن علي يا رب، ترزقكم ويجعلكم من اهل الطيبين يا رب. اللهم امين. الصالحين. اللهم امين يا رب. ده احنا ناخد بقى شويه الدعاء دول ونروح، مش عايزين حاجه تاني، مش عايزين نتكلم يا رب. يا رب. ليه يعني بنتك يعني قالت يا جدتي كده، انت نفسك تطلعي عمره ولا هي حابه تعملها لك مفاجاه؟ ولا انت كان نفسك تطلعي عمره؟ والله نفسي من زمان، ومطلع جواز من زمان، وقعد في البيت كده والله. وربنا ادهانا برضه. زوجك موجود؟ لان جده قالت لي قدمت لك يا ست واسمك ده جاء. زوجك موجود يا امي؟ لا ما يعني. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. ربنا يرحمه. عندي كم سنه يا امي؟ عندي كم سنه؟ والله ضلوا 70 سنه في الجواز. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. الحمد لله. الحمد لله. مش ربيتي ولادك؟ والحمد لله يعني ربنا كرمك فيهم، هم ان شاء الله ربنا يرزقهم يعني. ايوه ربنا يرزقهم ويحنن عليهم برزق الحلال الطيب يا رب. يا رب. ويجعلهم طاهرين وصالحين يا رب. بنتك لما بعتت لنا انها بتقول ان جدتي يعني هي اللي يعني عايزين نقدم لها العمره وتستحق العمره وكده. اي والله. فاجئتك بقى بيها امتى؟ قالت لك امتى؟ قالت لي شو قدمت في شعبان يا ستي. في البرنامج في شعبان. بس في رمضان هي يعني الاسم جاء. ايوه قالت لك الحمد لله يا جدتي. يعني فرحتي بقى ولا عملتي ايه؟ يا رب لا يا رب، انا فرحت اشد فرح، حتى كنت زعلانه على جوزي فرح. ربنا يا رب يفرح قلبك يا رب، وتعيشي بالصحه والعافيه يا رب. يخليكم ويبارك فيكم يا رب. يا رب يا رب. عشانكم ولادك بقى كلهم عرفوا ان انت جايه النهارده علشان يعني ربنا كرمك بالعمره. ايوه جت مرت واحده يا جماعي هنا. معلش تعبناكي بقى، انت جايه من اسيوط صحيح والدنيا صيام، ولكن ان شاء الله يعني تروحي فرحانه. ان شاء الله صايمين، يجعلنا من الصايمين الطيبين يا رب. امين. يصلح حالنا وحالك يا رب. امين يا رب. يعني من اسيوط مركز القصية. ايوه قريه ثانيه اسمها الحراني. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وربنا يا رب يفرح قلبك. الف مبروك. دي الجواب اهو بتاع العمره. العمره عشان يخليك. دي العمرة دي مقدمها لك المهندس يوسف القطب رئيس شركة يونيفرسال. ربنا يكرمه ويعزه يا رب. وان شاء الله يا رب في ميزان حسناتك. يحافظ عليكم يا رب يا أم. ويجعلك دايما في الخير وفي السعادة وفي البركة يا رب. يجعلكم دايما في الخير يا رب يا أم. يجعلكم من أهل الخير يا رب. يا رب. كل سنة وأنت طيبة وألف مبروك العمر. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. سنة وأنت طيبة. رمضان كريم. الله أكبر. عاملة إيه في الصيام؟ الحمد لله. كله كويس؟ ربنا الحمد لله. قولي لي، بنتك بعتت لنا رسالة على الصفحة علشان قالت هي كل طبعا حد بيقول أمه يعني هي أعظم أم في الدنيا، وكل واحد شايف إن أمه هي اللي تستحق الهدية دي. واظن هي يعني اذا كانت هي هديه جايه كده من رب العالمين يعني في شهر الكريم، فاكيد دي حاجه جميله. قولي لي بقى لما اتصلنا بيكي وزمايلي، انا بتعيط وهي تعيط. لا لا هي بتقول لي احنا امبارح قاعدين بعد ما فطرنا وصلينا العشاء وصليت التراويح، فبصينا لقينا التليفون بتاعها بيرن، فهي ردت. فهي دخلت جوه وطلعت قالت لي، هي بتعيط فبتقول لي انت كسبت عمره. يا الله والله العظيم وحق الشهر المفترض هذا ما حصل. قلت لها عمره انا مش عارفه، انا هي بتعيط انا بعيط. شايله ابنها على رجلي فانا بعيط. فبتقول لي وهنروح بكره. قلت لها بكره؟ قالت لي روح بكره. يا الله. فالحمد لله. انت عارفه كنت لسه بتكلم وكلمتها كتير في حلقات الناس اللي فازت معانا بالعمره، ممكن تلاقي حد يعني بيبقى هو احنا اللي خلاص قلنا هو ده اللي جاي
اتفقنا عليه وكل حاجة والناس نزلت شافته وكل حاجة، وبعد كده لقيه ما بيردش او مش عارفين نوصل. وسبحان الله الحالة دي حصلت معاكي انت، يعني الموضوع ده حصل معاكي انت، كان في حد مكانك جاي. سبحان الله. يعني عشان كده اتصلنا بيكي امبارح بالليل، لان كان في حد تاني جاي، بس هو ربنا كاتبها لك انت. ربنا بعتها لك انت. يعني ربنا سبحانه وتعالى، شوفي يعني تلاقينا نلف وندور ونروح ونيجي، وزمايلي كلهم هم سامعيني، الاستاذ جمال سامعني. احنا بارك الله فيك. ربنا يا رب يكرمك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. قولي لي ايه ايه بقى اللي بينك وبين ربنا اللي يخلي الدنيا كده تروح وتيجي عشان تجي لك؟ احكي لي. ده بيبقى صفه قلبي. عندك ولاد قد ايه؟ معايا ثلاث بنات. البنات الحمد لله بفضل الله جوزتهم. ما شاء الله. الحمد لله. معايا بنتي الكبيره متعلمه الحمد لله. بس ابني اللي انا طلعته من سنه ثالثه ابتدائي. الحمد لله. ليه بقى؟ كان في كان انت زوجك موجود ولا موجود؟ انا جوزي موجود بس مريض. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. مريض من زمان؟ هو كان بدر صابع من رجليه بقاله كام 14 سنه فهو بدر عنده السكر؟ ففي شهر واحد 4/1 فعملت له جلطه نصفيه، اتحجز في المستشفى، فالحمد لله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. فهي بقى كل شويه يعني ايه تقول لي انا عايزه اعمل معاكي حاجه. شايفينك شقين عليهم من زمان وشايفينك كل حاجه. يقولوا لي ايه؟ راح اقول لهم ايه؟ انا بس اصبروا ما اخوك يتجوز عشان انا ما عنديش الا هو، فانا نفسي يبقى له بيت يتجوز ويبقى له بيت. فهي تقول لي طب خليها على الله، خليها على الله. فجيت فاجئتني بيها امبارح. ربنا ده فضل من عند ربنا. الف الف مبروك. الف مبروك. الله يخليكم كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب جميعا يا رب. ربنا يجعل لك فعاله خير لكل يا رب. الف مبروك. شكرا ان شاء الله. يعني شكرا ان شاء الله. الله يخليكم كل سنه. انت بنتك اسمها ايه اللي بعت رساله؟ صفاء. تعالي يا صفاء. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. رمضان كريم. الله اكرم. تعبناكم بقى وجيتوا لنا هنا في الصيام بس عشان يعني نفرح بيكم كلكم هنا مع بعض. احنا اللي بنشكرك. بنشكر استاذ جمال. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. قولي لي انت، احكي لي بقى، انت شفتي الحلقه بعتي العم، يعني كنت حاسه ان ممكن ماما تكسب يعني تفوز بيها؟ احكي لي. انا بعتها وهي ونصيبها، يعني ربنا كاتبها لها ان شاء الله، يعني ربنا يكتبها لها. فانا بقى ما شفت حضرتك يعني وانت بتقولي على العمره وشركه يونيفرسال بعت 10 للعمره وكده، فبعت بقى لوالدتي قلت يمكن ان شاء الله ربنا يكرمها. يعني انت كنت شايفه ان دي يعني حاجه انت عايزه تقدميها لها كهديه تكريم ليها؟ أيوة. تقدير ليها. ايوه تعبت هي نفسها انها تطلع تعمل عمره. أيوة. كانت بتقول لك نفسها تطلع عمره. ايوه ايوه. ما تشوف يعني مثلا واحنا يوم الوقفه واحنا بنفطر والناس لما تقول لبيك اللهم لبيك وتقول يا رب وعدنا بقى زيهم، يعني يعني انا بتقطع من جوايا يعني يا حبيبتي. فانا نفسي كنت قاعده. ربنا يا رب يفرحك ويفرح. يعني اتمنى ان احنا النهارده نكون طبعا دي دموع الفرح. يعني دي دموع فرح، ودموع الفرح دي بتبقى حلوه قوي يعني طبعاً. ولما ربنا بيبعت لك بقى هديه كده من فوق 7 سماوات، تخيلي بقى كده انت ابنه بره وجميله اهو ما شاء الله، مش عايزاكي تعيطي او ان كانت دموعك حلوه لانها اكيد انت فرحانه واكيد ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الهديه دي علشان انت تهادي ماما بيها، وهي التقدير ليها. تعبت مع والدي كتير بس تعبنا كتير. ربنا ان شاء الله يفرح قلبها وتكون يعني هديه اللي جت لها النهارده دي حاجه تروحوا بقى كده مبسوطين بقى. والله من امبارح احنا مبسوطين والله. طب فين بقى الفرحه؟ ما بشرنا والله العظيم احنا سنه. وفي بقى ناس زغرتت وكده، بتعرفي الزغرتي؟ لا لا ما اعرفش. الف مبروك ليها وربنا يا رب يعني ان شاء الله يعني يفرحكم بيها ويخليها لكم. امين يا رب. ويخليكم ليها ويرزقك برها يا رب ان شاء الله يعني ويرزق البر، يعني يرزق البر ده في ولادك برضه. ربنا يعني ولادك زي ما انت بره بماما، يعني ربنا يرزق البر بولادك بيك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يجازيك كل خير. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحه. قولي لي بقى انت كنت
بس في سؤال كده، انت في ناس بتبعت وبتبقى يعني عايز اعرف كده، هو طبعا دي حاجه بينك وبين ربنا، بس انت بيبقى بتبقي انت وانت بتبعتي رساله عندي تقين كده في الله ان هو هيجبرك، بصلي وبدعي له وحياه ربنا. والله انت رب متوقع ان احنا نتصل بيكي؟ لا الصراحه انا قلت والله انا هبعتها وهي ونصيبها، هي فعلا بصي انا عمرها ما اذت حد وبتمشي في الخير. اما جالك الاتصال بقى عملتي ايه؟ انا امبارح بقت قعدت اعيط وهي بقت عماله تعيط على حياتي امبارح، وامبارح بقى انا فرحانين والله سابت معانا كتير. الف مبروك، ربنا يفرح قلبك وقلبها يا رب، ويفرح قلبكم كلكم يا رب. ربنا يخليك، وانا بشكرك يا استاذه وفاء يا رب. شكرا يا حبيبتي، شكرا ربنا يخليك.